كأنه الأمس. عام مضى على كارثة دنجال والتي لا زالت راسخة في ذاكرة الليبيين بتفاصيلها. نستذكر اليوم قصة ألم وأمل على ضحايا الكارثة والتي بلغت الآلاف بين الوفيات والمصابين والمفقودين، وأمل في توحيد شعب كان مفرقا بين أصوات الساسة فتوحد واجتمع في فزعة كوت ووطن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية في الذكرى الأولى لكارثة دنجال عبر شاشة فبراير، حيث أبحث مع ضيوف الكرام تداعيات الكارثة وأين وصلت وجهود والعراقيل التي كانت ولا زالت موجودة وطرق حلحلتها وغيرها من المحاور. نرحب بضيوف الكرام الدكتورة هناء الفايدي المتحدث باسم الهلال الأحمر، وأيضا سيكون معي الدكتور عبد الملك الجزيري رئيس الفرقة الطبية والإغاثة لحملة فزعة كوت وطن نصراتة، وبالإضافة أيضا إلى حسن الشافعي عضو فريق انتشال الجثامين والبحث عن المفقودين بالهلال الأحمر في فلع نصراتة. أهلا بكم عبر شاشة فبراير. البداية يعني نستذكر هذه الذكرى كيف كانت، وأيضا كيف ما نقول يعني الفزعة كيف كانت، والذكريات اللي ما زالت ممكن ملامحها قاعدة في الذاكرة. بداية دكتورة هناء، لو تحدثينا هيك عن تفاصيل هذه الفزعة كيف كانت البداية؟ هو طبعا الموضوع كان مفاجئ وصادم بالنسبة للليبيين. بلاد مش متعودة على الكوارث الطبيعية، ان مش مصدقين ان اللي ساير انه هو في كارثة حتكون، انه ممكن سيول بسيطة غمرت بيوت مثلا، ان ارتفاع منسوب بالمياه بصفة بسيطة. ولكن بعدين تداعت الأخبار ان فعلا ان المدينة بدأت تمسح وان الناس فقدناهم. طبعا نحن صار الإعلان للهلال الأحمر طبعا عند أمانة في المنطقة الشرقية، الأمانة العامة في بنغازي، والفروع طبعا عندنا اتصال متواصل، فكانت النداء أن في كارثة صارت في درنا، وكان النداء تقريبا الساعة 11 الصبح يوم 10 هي يوم 11 أيوة، فالكارثة كانت سيرة في الليل وسبعة في الصبح باش الناس عرفت أنها سير. وبعدين صارت النداءات، نحن بدات التحرك والاسعاف هنا التحرك في المدينه بطريقه امانه كانت سريعه جدا جدا الاستجابه، اكنها تسخير من الله يعني. فكانت على طول تنادت البلدي مع الهلال الاحمر مصراتة مع مجلس اعيان المدينه، وتم تسيير اول قافله توصل في اقل من 24 ساعه وصلت الدرنة. طبعا القافله كانت محمله بجميع انواع الاغاثه اللي كنا نقدر عليها في اللحظه 24. الوضع البري كان شويه غير مستقر طبعا في المدينه، شاحنه بالضبط، والامكانيات طبعا محدوده، الكادر الانساني كان كويس لكن انت القدره الماديه على قد ما يقدروا، كانت القدرات الماديه المتوفره تطلعت بهن ان 24 شاحنه، كانت مجموعات من الكشافة والهلال الأحمر، أعيان مصراتة، البلدي، الخدمات شركة الخدمات العامة مع تجهيزاتها بمواد أدوات الشفط والحفريات، بالكامل الجهوزية يعني انطلقت الحافلة. طبعا نتيجة أن الدخول كان صعب شوية من المناطق الصحراوية، فكان الاستقرار بالقافلة في مدينة البيضاء، استقبل في مدينة البيضاء وبدأت التفريغ في المخازن، وبعدين بدأ التوزيع في المدينة ووصول المساعدات تباعا يعني إنسانيا بتكون للمدينة، لأن في البداية كانت مجرد استخراج للناس الحية، لأن الناس حتى اللي مش متضررة بس مصدمة بيطلع من المدينة، وكانت الطرق مقطوعة، فعلى أن الفتح هذه الطرق فكانت فيها شوية لبكاكي، وبعدين بدأت الأمور في سلاسة ولكن كارثية. هي منظمة ولكن النتائج كارثية، أنك أنت في البداية عشرات وبعدين مئات وبعدين ألوف، والموضوع كان صادم صادم يعني في أكثر في أكثر فعلا. نفس السؤال سيد حسن، يعني الفزعة كيف كانت والتنسيق حتى هو ممكن ذكريات أو كيف نستذكر هذه الواقعة؟ أول شيء نشكر قناتكم الموقر على تحت الفرصة، ثاني شيء نترحم على شهداء الواجب من متطوعيها الأحمر البيضة وشحات وسوسة، وفي أخص فقدناهم من زملائنا من العمل التطوعي من مدينة درنا طبعا في أثناء عملية أداء واجبهم. طبعا الانطلاقة كانت ظهيرة يوم الثلاثاء عند بتاريخ يوم 12/9، انطلقنا من مصراتة
في فتره الظهيره اتجهنا جهه المنطقه الشرقيه، مش معروف طبعا المكان اللي هنستقروا فيه طبعا، وكانت الفزعه فزعه واحده. وصلنا الى مدينه البيضاء فتره المسائيه، بحكم الظروف كانت صعبه شويه والطرق والامكانيات واحد، لكن الحمد لله كانت المشيه عشرات. فتم استقبالنا في مدينه البيضاء ورحبوا بينا، وكما قالت الاستاذه هنا تم تنزيل المواد الاغاثه، طبعا الاغاثه من جميع انواعها طبعا، يعني 24 شاحنه من جميع انواعها، خصصنا مخزن كبير، تم تجهزنا بالكامل بالعمال بتاعه وتزييز وخدمات 24 ساعه. ثاني يوم اللي هو اللي بعد ما تريحنا راحت اليوم الاول، ثاني يوم جهزنا مجموعات من الاغاثه قلنا تتجهوا بها منطقه سوسه، واهل البيضه قالوا احنا مكتفين، لكن الاولويه لجماعه سوسه بحكم حتى هم متضررين من الفيضان، وعندك منطقه راس الهلال والقبه، فهذين حاولوا توصلهم للاغاثه بانهم محتاجين طالبين اغاثه، وراهم عندهم حتى مشاكل في معيد المفقودين. فتشكلنا فرق مجموعه الاغاثه وانطلقنا احنا ومعنا طبعا مجموعه من الكشاف والجماعه الاسعاف والطوارئ، ثم بارك الله فيهم ما قصروش معنا، اتجهنا خط واحد ويد واحده، وانطلقنا في ثاني يوم فتره الصباحيه رفعنا المجموعه الاولى اللي هي مجموعه سوسه باقي المساعدات، وفيه حتى منبهونا قلنا راهو في منطقه اسمها راس الهلال راهو طالبين اغاثه بحكم انهم المحلات كلها تكسروا واحد، فنقلنا لهم مجموعه من المساعدات واكتفينا في فتره الظهيره لعند فتره المساء. بعدين حاولنا بنرجعوا للبيضه جينا مسافه طويله، فقرروا الشباب قالوا احنا كان ما دام مثلا معاشي كيف المساعدات نمشوا لدارنا، دارنا حسك زي مثلا الكارثه كانت اصعب منها، وعندها مجموعه الاولى طلعت كبير واجد، ورغم اننا كان فينا عندنا اتصال مع مجموعه سبقتنا قبلنا من جماعه الاغاثه، فقالوا كانكم كملتوا بكري تحاولوا تلحقونا غادي رانا الموضوع كارثي كارثي بمعنى الكلمه. فانطلقنا لمدينه دارنا، وصلنا في فتره ممكن الليليه دخلنا للوادي قلنا كيف ممسوح، وشاهدنا بأم عينا طبعا شفنا الفرق والفريق التركي وفريق الناس تجاري، والوادي ساعة كان نقص معش قبل، فقلنا انتم حاولوا تمشوا لمنطقة فتاية غادي مجموعتكم توزع غادي بنصين، ما فيش الا خط واحد، خط واحد مفتوح اللي هو خط اللي جنب نادي جامع الصحابه اللي هو خط السير، بحكم ان كثافه السكان والاهل والكل بعد ما سمعوا ان دارنا فتحت جو من جميع مناطق، واحد بيشوف اهله ودويه وكذا كذا، هذه ما صارت ازمه في عمليه السير والتنسيق. فبعدين نزل الجيش وحاول نظم حركه السير بطريقه منتظمه، اللي الاولويه لجماعه الهلال الاحمر، الاولويه لجماعه الاسعاف الطوارئ، الاولويه لجماعه النقاط، والباقي يرجع وكل فانطلقنا. فحكم ان احنا درنا طبعا ما نعرفوش مضبوط، فكان نزل معنا مجموعه من الهلال الاحمر درنا، اعطونا خط السير ان الطرق مسكره يعني ما عندك من تطلع، فرفعونا منطقه الفتايح جبنا وجبه العشاء طبعا او استقبال، وقلنا راه في توزيع اغاثه، لقينا مجموعتنا سبقنا غادي عاوناهم، قعدنا معهم تقريبا الساعه 2 في الليل، تم التوزيع بطريقه صحيحه، ورغم صار فيه شويه اختلاف في اللي قالوا راه هذيما ناس مش حق توزع عليهم، في واحد قال لنا راه احنا جماعه اهل الكارثه اللي تحت راه مستضيف في بيتي ضروري ناخذ، فاعطيناهم كلهم بالتساوي وكانت امور ميمية. بعدين تغير التوزيع الى برنامج ثاني، كل سله تجهز كل بيت، يعني قلنا راه في منطقه لوطه ساعات منطقه عند مدرسه عم المختار ونذكر فيها وفي الحشيشه كذا كذا، ارفعوا لهم في منزل احصر، في ناس ما تقدرش تمشي تحش من تطلب، فهمت كيف؟ فتشكلنا فريق وحطينا سياره كبيره كانتر فحطوا فيها مساعدات وزنا. نحكي انا كفريق جدامين، طبعا جانا بلاغ بعدين ان انتم فريق جدامين، هل انتم عندكم فريق مستعد؟ رانا احنا موضوعنا مش مساعدات، احنا عندنا راهو اهالينا مفقودين، عندنا راهو اهالينا في البحر، عندنا اهالينا في الزلط، يعني نبغى نطلعوهم، خايفين من الكوارث، خايفين من التلوث، خايفين من نشره الوباء، فقلنا هذه مساعدات احنا والله خليها حتى مش مشكله، لكن نبغى بس ناس تطلعونا او شيء، رانا نبغى ناس يعني متخصصه. فقلت له خلاص انا عندي فريق جاهز، خلاص نسلم اللي غاتني غيري، مرنا احنا راهو المجموعه اللي فت اربع فرق، دعم نفسي اسعاف والطواري والاغاثه والجتامين، هذول كلهم يشتغلوا يد واحده وكلهم مساندين بعضهم من ناحيه العمل، وخاصه فريق الدعم النفسي، الدعم النفسي دار شوط جميل جدا، يعني عائله فاقده عائله كامله، يعني شو بتكون انت وانت واحد منهم قاعد في البحر ويعني يخمم، بتجي قاعد معاه وتوصل لخاطره وتصبر شوي. ف
جاني بلاغ من إدارة المنطقة الحرة بأن إن عندكم فريق جتامين قاعد غادي في منطقة الفتايح في مدرسة، فبلغوني قال هل أنت عندك إمكانية أنك أنت تخش معنا بقوة البحر؟ قلت له أوكي، بحكم أن هذه القافلة طبعا تتبع عملي في المنطقة الحرة، أنا موظف غادي. قلت له أوكي، قال لي خاصة ترى إحنا فريقنا ما عندناش حد يقطع عمره، قلنا أنت شار؟ قال لا، إحنا عندنا فريق معد هو نادي طباقس، وبارك الله فيهم، حطونا طباقس دار شور جميل جدا، وفي الضباط عبشرية طرابس حتى ما دار شوط جميل جدا، فقاموا فدخلنا يد واحدة، فكانت أول انطلاقة هو ثاني يوم بعد الهدوء التام، دخلنا بكري، قالوا راهم خشوا بكري ليش؟ عسب أن البحر يكون هادي، راهو البحر التغير الطقس بتاعه من الأربعة فوق يد البحر صعب الدخول فيه، صحيح. دخلنا بكري، دخلنا بكري، كانت أول دخلة دخلت فيها أنا بالزورق المطاطي، أول ما مشينا عن طريق زورق المطاطي، والقاطرة مثلاً مش مستعدة، فدخلنا لمسافة تقريباً ممكن أم ندك فيها أم مرزم 30 كيلو، أول مرة نخشه. تصور أنت البحر كله طين، برقوا يمين ويسار ما حصلنا شيء، لين بعدين الطيران هليكوبتر المصري يتحوم فونا في تقريباً تصاب بسيط، قالوا لنا راهو الجتامين أغلبية تلقوهن على الشط الحجري اللي هو الحشف، احنا نقوله راهو داخل البحر، فيش لأن البحر بتاعهم نظام ارتدادي، يعني الموج يمشي ويرجع، وانتوا كيف بتدوروا راهو في وسط البحر ما في شيء، صحيح، لو في شيء تلقوه برا يعني، وكلام صحيح. فرجعنا من ام رزم ودخلنا لوادي اسمها وادي الخبطه، تذكر فيها لو مره انت شلنا منها جتين، قلنا كيسات، وكان في فريق من جماعه الزاويه نازلين فوق بالزي بتاعه الانقاذ يأشرنا من بعيد بنعطيك الاشعاع اشارات، وكان معهم طيران هو الدران هذا، وهذا الوحيد اللي نفعنا في عملية الانتشال بالطريقة الصحيحة ويحددنا المكان الجدمي بالملي، وهذا نفعنا. مش مشكلة. دكتور مالك، يعني دكتور مالك، كيف كانت البداية وأيضا يعني التجهيزات الطبية بما أنكم يعني مختصين في الجانب هذا؟ سواء كان التجهيزات الطبية أو حتى يعني المسارات اللي كانت تشكيلها منكم أنتم، كيف كان النداءات الأولى والسباق وأيضا يعني السكان القصص كيف حشيتها؟ اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، نترحم على شهداء الواجب اهالينا في درنا، نسال الله ان يجعلهم في جناته. اولا انطلاقتنا كانت من ثاني يوم مجموعه من الشباب المتمرسين في هذه الازمات، حكم ان المنطقه الغربيه صار شوي ازمات، فالناس الشباب قعدوا متمرسين في الشيء ده من ناحيه الميداني مستشفى حاجاتك، فانطلقنا مع مجموعه كبيره من الشباب، وصلنا احنا انطلقنا عن طريق الطيران بحكم ان بوابه الصحراوي متاع درنا كانت زحمة شوية، وانقسم السيل قسم المنطقة نصين، نص شرقي ونص غربي، فاحنا انطلقنا عن طريق الطيران، نزلنا في مطار طبرق، اليوم الأول قعدنا في مطار طبرق، شكلنا لجان للجثث، متابعة ميدانية، فريق طبي، وركزنا شوية بالنسبة لي أنا ركزت شوية للموضوع الطبي بالمستشفيات، الاهتمام بالناس، شكلنا أكثر من فريق بالضبط، شكلنا أكثر من فريق للدكاترة اللي يخشوا الحشان، الدكاترة اللي يمشوا للمستشفيات النواقص، وما يقارب من ثاني يوم وصلتنا أول حاوية فيها جميع الأدوية من مدينة مصرات، أنا شكلناها في نزلناها في أول مخازن، تم تشكيلها وتنظيمها والتواصل مع المستشفيات، بحكم أننا أول ما نزلنا لمدينة درنا كان توزيع الأدوية وتوزيع الدكاترة على المستشفيات، كان بحكم أنه صار الموضوع فجأة صار شوي ربكة في الموضوع، لقينا المستشفيات عندها مجموعة أدوية معينة واحدة وهم محتاجين لأدوية تانية، كانوا يخشوا لهم السلام عليكم في أدوية حط ويطلع، فاحنا حاولنا أن ننظم الموضوع شوي مع مدراء المستشفيات، نواقصك أنت شنو نوع الحالات اللي تجيك، انت وين مقرك؟ انا يعني في مقر مدرسه مستشفى عمر المختار، كان جنبها مدرسه عمر المختار على اليمين، كانوا فيها النازحين واجد، فانا بدات المستشفى هذه اهتميت بها شوي من ناحيه الامراض المزمنه في اللقطه هذه، احنا اول يومين التهبنا شكلنا خطه ان تكون اول يومين ادويه اللي ياخذوا فيها عن طريق الوريد اللي هي الطوارئ اللي زي النورمان سراين والحاجات دي، الحاجات الطوارئ شوي، بعدين ركزنا في موضوع الأمراض المزمنة، السكر، الضغط، الناس الكبار اللي طلعوا، حتى رو الصيدليات كانت مسكرة، وفي ناس من منطقة درنا كان بعيد عليهم السيل لكن صاروا لهم ربكة وناس كبيرة ووحدة، والسكر والقطاع التيار كهربائي وأمراض جلدية كانت معقدة جدا، بحكم إن في ناس
جاهم السيل لكن ما سببوا لهم شيء، مجرد ان الميه وصلت فيهم ملوثه وحده. فركزنا على الموضوع ده، طلبنا حاويه ثانيه من مصراتة من ادويه مرض المزمنه، والحق طول ما خدينا فيها تقريبا يومين، شركات من مصراتة وشركات من طرابلس تواصلوا مع المجموعه اللي قاعدين هنا اللي ينظموا، بعثوا لنا الحاويه على طول، نزلناهن، بعثنا الفريق الطبي متاعنا معاهم، مجموعه من الدكاتره رجونا من طرابلس تواصلوا معي شخصيا، ناس تبي تشارك وتبي تعمل عمل الخير مدينتها وهلها وناسها. بالضبط بالضبط. فكان الموضوع تنظمي في البدايه لكن كان شوي صعب ان شاء الله. التنسيق والتنظيم حتى هو واليعني التحديات اللي واجهتهم كفريق تم هذا انتوا عندكم سنه شغاله يعني تقريبا فوق من 60 فرع على مستوى البلاد. فكيف التنظيم والتنسيق كان حتى هو يعني انتم كفرع لنا صراحة. هو التنسيق يتم عن طريق الأمانة العامة في توزيع المهام على الفروع، والفروع اللي عندها خبرة أكثر هي اللي تقدر تتحرك أسرع. طبعا فرع مصراتة يتميز بخبرته العالية لأن تعرض لأحداث واجدة، أنت شايف أن الحروب اللي مرت بين المنطقة، فكان عند الفرع خبرة كويسة يعني وكوادر خبرتها عالية قديمة. فممكن العراقيل اللي كانت تواجه الفروع هي في الإمكانيات، ولكن يعني توفرت الإمكانيات الإغاثية، لكن الإمكانيات التقنية أثناء الانتشال وهكي كان الفرق الموجودة في المكان من دول خارج البلاد أكثر إمكانيات تقنية، يعني تقنية وخبرة، لأن بعض الفرق مثلا كيف فرق من تركيا أو فرق الجزائر متعرضين للكوارث قبلنا وعندهم جهوزية عالية بالأجهزة وبالمعدات. بالضبط. نحن عندنا الإرادة والهمة، فرقنا كانت عندها الهمة والإرادة، حتى بنقص المعدات كانوا يقوموا بالمهمة، ولكن الفرق التقني يفرق، لأن أنت عارف أن الإعصار كان نتيجة عاصفة في البحر، فكان حتى الانتشال أغلب الجثث يعني أغلب المدينة 85% من المدينة أزيح للبحر يعني، فكانت أغلب الضحايا موجودين داخل البحر. فأنت الشغل اللي بتشتغله هو انتشال، ولو الانتشال في وضع عاصف البحر، نحن كنا نقدو سعيدين ان اليوم هدا. طبعا تقد انت مبسوط ان البحر هدا باش تطلع جثث، لكن طبعا تطلع باعداد كارثيه. فاليوم اللي تهدى فيه البحر ان، لكن هو شو بيكون يعني للناس اللي تنتظر ان هو بيعرف هل هو شخص حي او ميت، او انك انت شلي جثه بس انا عارف انه مات، بس على الاقل نقدر ندفنه. فكانت ان ايوه التحدي ان عندك معدات وانك العاصفة في البحر والجغرافية المكان، ان طريقة تضاريسها صعبة جدا درنا. بالضبط انك انجراف المباني بمبانيها داخل البحر، جغرافية البحر كانت صعبة جدا، صخرية وكلها فيها مغارات وكهوف داخل. فان الوادي كيف ما قال الاستاذ حسن ان البحر فيما في درنا وارتدادي، البحر يذهب ويرد، فاغلب جثث تلقاها داخل الكهوف والمغارات في الداخل. فكانت الموضوع شويه صعب ان سطح البحر اساسا مغطى بالركام المدينه من اثاث من حجاره من احذيه من ملابس، فانت البحر ما تشوفش وجه البحر في البدايه. حاجه وحنين زين هو من الفتايا لون البحر ولا قهوه؟ بالضبط فضي طمي لانك انت شوف المسافه السيل نزل من جبل مسح مدينه والارضيه او ارض درنا والطينيه، فجرفت كميه كبيره من الطين للبحر غيرت محتواه، والكميه الاشياء اللي ازيحت في الطريق يعني الحجاره الملابس الاثاث الاحذيه السيارات المباني محتويات يعني الخزائن في المدينه، فكلها موجود في البحر، فهو طاف على سطح البحر، فتمت معيق حتى للطوافات ايوه اللي بتتحرك فوق فرق النقاط. فممكن استاذ حسن يفيدنا اكثر في الموضوع هذا. كان فرق الانتشال حتى هي اول شيء احنا منطقتنا هنايا طلعتنا في سياره واحده جتامين بس، وهي الحمد لله هي البركه حق صراحه، وحطتنا في الطريق حتى طبعا صار في عطل، لكن الحمد لله اهل هراوه والله ما قصروا معنا هذيك الليله، وفروا لنا الاطارات السياره وتوكلنا على الله.
ودخلنا من المنطقه الخلفيه الصحراويه دي بر، ما احنا دخلنا قالوا لنا راهو دارنا مسكره، ما عندكمش طريق سلوك، سلوك اللي يمروا بها الشاحنات بس، ان السيارات هذين الكبار ما يمرونش من طريق الصحراوي اللي بلاقيهم السيل الوادي اللي هو اللي مع بفي أمر زم اسمه بحيرة المخلفية. فدخلنا نحن مغادي وصرنا في تعب شوية، ولكن بس إحنا مسوقين اللي بنوصل مكان بش نقدموا العمل، فتحملنا وصلنا غادي لدارنا. قلت لك العراقيل اللي واجهتنا، قلت لك كثافة السكانية، الناس بعد فتح دارنا تلموا من جميع الجهات، يعني قعدنا نحن ما عشنا نشتغلوا، وحتى أنا قعدنا نسوق ونبرقوا، يعني وادي رجع كيف ما هو، مش مكان لكن الزحمة وما فيش كهرباء وظلام. فقمنا بالواجب، بنجوا عملية انتشال واحدة واحدة. دخلنا دول الأول ونشلنا عن طريق المطاط، قلنا نشلنا جتين، هذا أول يوم. طبعا أول يوم نعرفوش احنا، لكن هو راهو الشيء راهو أكثر. ورجعنا للقاطرة وسلمنا جتين، وبعدين قلنا راهو توا استعملنا الطيران الدران هذا، راهو عندكم داخل في المكان الذكية 12 جتة، بس راه مش في المية، راهي برا احنا نقولوا حاجة الصوان، شوف بروحه والصوان بروحه، الصوان هو الأبيض، هذا صعب تمشي عليه، لكن ضروري يكون عندك حدا، لكن نبوا غطاسين ينزلوا أو تنزلوا أنتم، لكن الزوارق لأنني والله ما تسمح نتوصل غادي، لأن كما قلت لكم البحر ونوصل فيه كله معبي مسامير نتاع اللوح ذا، البناب الغاز، البناب الطهي، يعني تنجرح. فكيف وصلنا غالي؟ أعطونا زورق عبارة عن حديدي، هذا كبير طوله قريبا ممكن 12 متر ومقسم كي، نكبنا فيه والله تعبنا فيه ما حتجدينا، فأنزلنا فيه ورفعنا 12 جتة متحللة. بداية إنشاء الجتة طبعا أول شيء ستر العورة، طريقة الانتشار بطريقة صحيحة، ضم الجدمين، تصنف بين هذه مرأة وطفل كذا كذا، وتحطها في الزورق وتشيل عن طريق مراحل، ثلاث مراحل. جت مرحلة العشية شوية تغير الجو، بحر بدا كبر شوية، جانا واحد مصري قال الوضع بدا خطير، يعني أنتم سلامتكم أفضل شيء، هذا طبعا ميت خلاص ما عندك منديل أصلا، نجي حتى بكرة. فطلعنا وتريحنا، لكن خذينا فكرة. ثاني يوم بدا من نشيله في 12 انشانا 60 جت، تحسن الوضع وبدل أكثر. القاطرة هذه أو وصلت كانت الوحيدة تخش داخل للداخل البحر على مسافة تقريبا ممكن 6 متر 6 كيلو داخل، تقوم مدرسة وينزل الزوارق المطاطية مراحل مراحل، ونخشوا مجموعة تمشي من هيك مجموعة تمشي هيك، وتمشي الطريق تنتشر بطريقة صحيحة. تو انت ثاني تقول لي كيف طريقة تنتشر في الجثمين؟ الجثمين طبعا في البحر راهي متحللة ومتكملة، في عندنا نضيق نظام الشبكة تحلت، لكن بس باش ترفعها انت دهني بتقول لك تطيح منك. فدلنا نظام الشبكة، مش شبكة تحت البحر، شبكة تحت الملعب الكرة، يجي الغطاس يلم الجثمين يحطهم في الشبكة ويكرهم عن طريق الحبال ويوصلهم للزوارق المطاطية ونشيلهم هكذا ونحطه ونكيسه ونحطه ونكيسه. في فترة اليوم هذا دفعنا في قمة 60 جتة، الثالث يوم تغير الوضع، الفريق الترقي وفرنا زوارق نوعية البلاستيك النوعية اللي تحمل يمشي حتى على اللوح، نوعية كويسة وجيدة جدا، وهذه سألتنا واجه حتى بدأ ننزل في البحر ننزل على الحشف يعني مكان. فبدل الشغل بدل من 60 جتة بدل بالمية ومية وعشرين، يعني الموضوع أحسن، وحصلنا حتى مساعدة من أخونا متاع الإسعاف دائما متاع الطب الميداني تقريبا جو معنا عاونونا، ما في لنا يصير رباك وفي يصير دوخة وفي اللي ما يتحملش الريحة، فكان العمل كنا جماعي وما شاء الله تبارك الرحمن. فبدأ نطلعه بالمية ومية وعشرين ونمشي نطلع من الساعة 8 صباحا نروح الساعة 10 في الليل، والعمل دؤوب ما شاء الله. فهذا برنامج خصوص الجثمين. عندنا فريق التركي خش معنا مره واحده وحتى هو عاوننا، مش عاوننا لكن حتى هو اندهش بالشغل، فيقول لك انتم الليبيين يعني دماغكم ما شاء الله يعني تحملوا وتتقاوموا بالشغل. كنا في يعني في جهه تونس ايه، يعني الفريق التركي والفريق الافريقي الثاني بس اكثر كنت عن امه هي في المباني، خشوا معنا بعدين عندهم زلازل عندهم كوارث صايرتهم، فعندهم خبرة. صحيح كلامك مزبوط. فريق التركي والمغربي الجزائري التونسي المصري كانوا في البر جهة المباني اللي كانت طايرة أفضل في جثة ممكن بالحطام، البداية كانت عشرات بعتني مئات. هو الأستاذ حسن شاف أجهزة قال لي إنه تعطيك إشارة هل الجثة هذه حي صعب تتحرك أسرع عن طريق الشعاع شفت بعين هذه أيوة تتحرك بطريقة أسرع أو جثة ميتة لا أنت طلعها على مهلك. يعني أول ما وصلنا إحنا غالي نذكر فيها كان في زحمة على اليمين، سألت واحد قلت شنو في زحمة، قال لي توه طلعوا واحد حي
لكن الناس يعني كان فرحة كبيرة إن هو منطلع حي هذيك الساعة يبي أكسجين، يبي عملية إنعاش، يبي ميت حاجة، نقول ما ترفعوش دول على عشانها. وبعدين حتى الوقوف فوق المكان ممكن تحت أنت، أنا أنقذت هنا، أنتوا واقفين مجموعة في ناس تحت مزارة لو تكسل هنا اسلوا في ناس طاح عليهم المباني. هو لما يكون طايح تحت المبنى انك انت ترفع عليه وضغط الدم يرجع من جديد يتوفى. أيوة. فهو طايح يركبوا له في نوع من الدواء محليل. ومحلل وريدي، وبعدين لما يركبوا له يفكوا عليه. فصارت اكثر مره في وحدين حولوا عليهم وركبوا في الاسعاف ما فيهم شيء، وصلوا المستشفى متوفي. طريقه الاسعاف خطا كانت. اثناء الانقاذ جانا واحد من السكان قال ما عرف في غلطه دروا فيها، او يطلعوا الحياة او مجي سؤال يقول معك حد ضطه معك. هو ساعة في عالم تاني، قاعد في غيبوبة، قاعد في جو تاني. نسوي حاجة اسمها إسعافات الأولية، يعني من معاك وين ما يعني بعضهم أهل المنطقة يعرفوه هذا من هو، ومن معاك تحت وتحت البيتين كلهم ممكن هو الوحيد عايش. نذكر فيها واحد سألناه فقلت لك. وبعدين حاجة أخرى للعامل النفسي، عامل نفسي كان شو نقول لك، الواحد مدار خيمة في اللي قلنا له حول هنايا وندخل من مكان تاني يقول لا هذا بيتي والله اني محولها. فيجي الفريق الاماراتي يوزع في خيام ويقول انا مدير عزاء هنايا، فننزل مجموعه من فريق الدعم النفسي يقدنا في عمليه العزاء ومواساة ان شاء الله. دكتور كيف كان التنصير؟ انت قلت انه تقريبا في الحديث يعني أولا كان التنسيق معنا احنا مع اللجنات هنا منطقة الوسطى ومنطقة الغربية كاملة. لما انتقلنا غادي التنسيق مع الإدارات غادي كان معنا صعب شوي الموضوع، عرفناش من نوصله، منه صاحب اللي ماسك موضوع المستشفيات، منه اللجنة العليا، المدير بتاع المستشفى. في مستشفيات مدير ما لقيناش، يقولوا لي مش عارف حي ميت ما ندروش عليه. احنا نبغى نوصله مع واحد نقدر نتكلموا معاه، ان احنا حتى التسليم والاستلام ما نبوش يكون عشوائي، نبي يكون ورقه وبيرو وسجل شنو الكميات اللي عندك وشنو الكميات مش عندك. فالنظام هذا عقدنا شويه في اول 3 ايام ما قدرناش، قاعدين نشتغل عادي قاعدين نشتغل. بعدها لما جمعنا مع حتى الفرق الانقاذيه والجانب الامانه زي الفريق الجزائري والفريق التركي، وبجد انا درست معهم مواجد، فكانوا مدهشين من الليبيين بجد والله. ينام الجزائري يقول لي هذا مش متدربين، نقول له مش متدربين انا هذا، لكن هذا يقول يشوف في شيء ناس متدربه. وحتى وصل لمرحله في البحر، لما البحر كان هايج في فريق مصري بيخش، جاهم راجل كبير من مصراته هنا هو، فقال لهم ما تنزلوش توا، بجد قال لهم ما تنزلوش توا. في المصريين اللي نتعاملوا معه أنت شو صفتك الفكرة، أما لأن يتعاملوا بالصفة، أما أنت مسؤول شنيا ولا حاجة. قالوا مالي البحر نعرفة الخمسة الفجر حيهدى. نزلوا هم وصارت مشكلة وطاح بيهم الزورق متاعهم وطلعوهم جماعتنا حتى السد سنشافة. فالأمانة لما تم الموضوع اندهشوا، قلت له الخبرات اللي مارة بها الليبيين هنا من ناحية البحر، من ناحية ممكن الأزمة الوحيدة اللي واجهوها الليبيين وخشوا فيها أمراض نفسية، وهدرست معهم مع حتى من جروب اللي ماشي من هنا. الفكرة ان هم الموضوع فيه إناث، فيه نسوين وفيه صغار. فاحنا مرينا بمواقف صعبة مع الرجال من ناحية الحروب، شفنا إصابات وشفنا ناس، لكن مرحلة وصلت ناس كبيرة تقول لك انا ما عادش قدرت نطلع بحكم ان صغار ونسوين، النفسية كانت صعبة شوية حتى جماعتنا احنا. فحاولنا قعدنا نطلعوا فيهم، قاعد يطلعوا من الأزمة الأولى بالتنظيم. حتى فريق الجثة في البداية بعد تواصل مع فريق الهلال الأحمر كان تعاون كويس بيناتهم في الميناء. الفريق الطبي متاعنا تواصلنا مع المستشفيات، بعتنا مجموعة للمدارس اللي فيها الناس التعبة. الفريق الليغاتة والأمانة وصلنا حتى مجموعة من السيارات البوتة، تقريبا 5 أو 6 سيارات الشاحنات الكبار، سهلنا احنا التوصيل. وصلنا من 4 أو 5 يوم. التواصل كان هنا كويس مع المجموعة اللي هنا، اللي غادي مع ثالث أو رابع يوم وصلونا بشخص فاهم الموضوع الطبي شوية في دارنا، حاولنا نوصلهم من مخازنهم، حاولنا نوزعوا مع الأدوية اللي موجودة في مخازن دارنا اللي كاينة من فترة، كاينة في أدوية من فترة. فقلونا ساعدونا بما أنتم فاهمين شوية الفكرة، فقلونا ساعدونا مشينا المستشفيات. وبعدها لما غطينا من 60% أو 70% من مدينة دارنا طلعنا للمستشفيات اللي برا، أم رزم، مستشفى الفتايح،
لان النازحين انتقلوا للمناطق دي، وقعدنا نهتم بالنازحين هذيهم بحكم الناس الكبيره السكر والضغط ونقيسولهم في الاجهزه، وبعدها جونا معدات من المنطقه هنا، معدات طبيه، اجهزه قياس الضغط والسكر، فوزعناهم عليهم، حطينا مجموعات وحاولنا ندخلوا من شباب درنا ومن شباب المنطقه معانا بحكم ان احنا مش حنقعدوا وقت كامل، فدخلناهم معانا في المجموعه بحكم هم مش مارين بموضوع ازمه او موضوع تنظيم مجموعات، فعلمناهم. وبحكم حتى انا كنت رئيس لجنه، كنت 24 ساعه معايا، ندخل فيهم معايا كيف ناخذ في الدواء، كيف نديره في الادي، كيف نوزع، كيف نتواصل مع الشباب يمشوا للحوش هذاك، كيف نعدي للمستشفى ناخذ منه مجموعه الادويه اللي يبيهن. فحاولنا ان احنا نسيبوا اثر، لان احنا من المعروف ان احنا مش حنبقوا بالكثير 15 20 يوم لو قعدنا، فنسيبوا اثر في الشباب هذيهم. ان وقعدت نتواصلوا معهم حتى لما روحنا، قعدنا نتواصلوا معهم شنو الوضع، شنو وضع الحشال اللي قسولهم في السكر والضغط، وان شاء الله احنا نكون ما قصرناش معهم. ان شاء الله هذا هو، ان شاء الله ما قصرناش معهم. دكتور هنا، يعني الدعم اللي كان مقدم من المنطقه الغربيه بشكل كامل، وشوفوا الاقرار نفسه اللي بيقولوا صبرات زواره الزاويه، كيف كان؟ سواء كان يعني من المنظمات الحكوميه وحتى الغير حكوميه، سواء كان من الحكومه وحتى يعني من منظمات المجتمع المدني اللي كانت يعني تقدم في الدعم، كيف كان؟ هو بسبب خبرة الهلال السابقة في الأشياء كيف هذه، أو أنه هو قدرته على دخول أماكن كيف كي، فكانت المنظمات المحلية أو المنظمات المجتمع المدني لما بتقدم مساعدات، طبعا هي دارت كيف المنظومات وتم تقدم في يعني تسلقها في المساعدات وتبرعات من أهل المدينة يعني، فكانت لما بتنقلها المنطقة الشرقية أو المناطق المنكوبة محتاجة إلى تصاريح أمنية، المخولة بالدخول لهذه المناطق هو كان الهلال الأحمر، فكان يمنح فيهم هذه التصاريح ويساعدهم وينقلها عن طريق قوافلنا الخاصة المنتقلة اتباعا للمنطقة المناطق المنكوبة. طبعا أنت تأخذ في الحسبان أن نحن جمعية اعتبارية غير ما عندهاش ميزانية غير تابعة للحكومة، نحن وظيفتنا داعمة للحكومة في العمل الإنساني، فما عندناش ميزانيات ولا عندنا دعم أو مثلا شخص يدعمنا بميزانية، فهمتني؟ فهي متوحرة على بعض الاستثمارات الخاصة بالجمعية نفسها بالضبط، أيوة، أو المنظمات أو الشعب. طبعا أنت من ضمن الأشياء اللي ما نقدروش ننسوهن شهدت عليها هذه القاعة، أن كيف طريقة التبرع من الناس، أن كيف يتبرعوا بالملابس الجديدة، أصحاب المحلات، أصحاب الشركات، أطفال يجوب الحصلات بتاعهم، أن يقول إيه، فأن نقول لك هي كانت كارثة من يعني محنة مر بها الوطن، ولكن في يعني هي شكلها العام أن هي محنة، ولكن هي كانت منحة أن نحن التقى الشعب من جديد أو التقى الوطن من جديد، توحد يعني من الأطفال، من الأطفال، من الكبار، ما فرقتناش أساسا ولا إيه. وإن كانت كيف ما قال الدكتور إن شبابنا وصلوا وتحكوا مع بعضهم وقدروا يتكاثفوا ويقونوا فرق ويقونوا صداقات، أكيد أنا متأكدة إن عنده ناس ما زالوا في منطقة شرقية تواصلوا معنا عن توا. فالموضوع كان فعلا يعني صعب، ولكن كان في جانب إيجابي بطريقة ثانية. حاجة ثانية أن الهلال الأحمر لما يبعث فرق يبعث فيه فرق متكاملة، مثلا كيف ما قال السيد حسن أن دعم وإسعاف واستشال الجثث وفريق إغاثة، ففي البداية كان فريق الإغاثة يوزع في الهكية، طريقة الإسعافات مفروض تكون أن نوزعوا إغاثات وبعدين تتم عملية انتشال فرق الانتشال القنبية. من ضمن الفرق الموجودة كان فرق الدعم النفسي، فرق الدعم النفسي ما تقدمش الدعم النفسي فقط للناس المتضررة، تقدم فيها حتى للفرق الموجودة في المكان، لأن كان يشوفوا في مشاهد يعني صعبة شوية على النفسية، فكانت الإسعاف النفسي الأولي كانت فرق هذه الموجودة ساعدت أن الفرق الموجودة تفرغ حتى طاقة الكارثة اللي موجودة حاليا في المكان، فكانت تدعم فيهم نفسيا، حتى ان صارت ان نحن نبدله في الفرق، ان الفريق الموجود بعد فتره نحسه انه بدات تأزم النفسيه عنده ويبدا خلاص حس انه بيفشل، او ان اللي يطلع فيه كل موته، فحتى الموضوع كان شويه صعب على الفرق انك تنتشر فيه كل موته، يعني في النادر انك تطلع حد حي من تحت الانقاض. فاتت الاسبوع بدا الموضوع صعب شويه بجد،
ايوه طبيعه حتى المكان كانت صعبه في الانتشال، انك الطين هي الارض الطينيه ومع الماء، فكان الطمي الحركه صعبه، طريقه الانتشال في المناطق الاساسا في البر يعني كان اصعب حتى من البحر، انك انت بتنتشل مناطق زلقه جدا، حتى الاجهزه بتاع الانتشال يعني الحفارات وكي طريقه تثبيتهم في الارض كانت صعبه، انك المكان زلق وارض طينيه، فتبدا يعني هي بروحها تقدر تخايف على المسعفين. فالموضوع كان اوكي، في دعم من جميع المناطق، جميع ربوع ليبيا تنادت وتوافقت، كان في غرف مشكله لغرف للازمه ورجال للازمه باش تنظم هذا السير وتنظم هذا الشيء. الشيء الوحيد اللي كان الهلال يعني متميز فيه انه كانت تصريحها ومسموح له بالدخول، قابليتها عند الناس كانت عاليه، فكان الموضوع سلس حتى من الجهات الحكوميه الموجوده في المنطقه الشرقيه، كان ان دخول الهلال كان سلس او ان مساعداتنا توصل بطريقه سليمه. بالضبط في الشرق وفي الغرب بالضبط، اللي هذا فزع سواء اللي بالسياره بتاعته والكل تقبل المكان، تقبل الموضوع بالضبط. ناقصه ليبيين هذا كله، ان شاء الله يا رب بيتوحد، ان شاء الله اكيد توحدنا على كلمه واحده. ان شاء الله بما انك يعني في العضو في الانتشار الجثث والمفقودين، يعني كيف كانت الاعداد اللي تم انتشارها؟ هل عندكم ارقام على ذاك يعني احصائيه تم تسجيلها لكم انتم كهلال؟ هي احصائيه متناثره، كل واحد يقول في جول. انا نحكي اللي قمت به انا نفسي، المراحل اللي مرنا بها قلت احنا العشر ايام اللي كان غادي مراحل متقطعه، يعني قلت اليوم الاول 4 بعدين 60 بعدين 120 كذا، اخر يوم نذكر فيها جت لجنه الحصر نذكر فيها كان يعني جمعه مغادرتنا، فقلت له ممكن تعطيني مثل احصائيه تقريبا؟ قال لي التحصيه انتم كقاطره هذه الزروق اللي اشتغلت قدرناها الكميه تقريبا ممكن من 750 ل 800 جثه، يعني قال لي كان عدد هائل. احنا توا تطوقنا للموضوع الجثامين ونسينا حاجه مهمه، الحيوان الكائن مثلا نقول الاغنام واحد. في فتره جانا واحد من المزارعين قال لي يا جماعه انتم في حوش راه في اغنام وقاعده دولها 10 ايام من غير اكل ومحصورة في مكان زلط، وجينا كحنا فريق الهلال الأحمر وندكر معنا فريق من جماعة دارنا، دخلنا بمكان زلط واحد ولقينا الأغنام في حالة يعني لا ماكل لا شرب، وفي حتى أكرم الله كلاب واحد قاعد من الشر، وحتى قمنا عملية الفتح وطلقناهم في الشارع لكن هيرجع مكان تحت. حتى هذا واحد من العوامل. في حاجة أخرى من ناحية الجثامين، صارتنا موقف في الجثامين طبعا في أثناء عملية الانتشال، طبعا أنت عارف البحر ما فحش بشر بس، يعني حتى يعني الحيوانات والطيور وكل شيء، يعني كل شيء شاله. ففي واحده من الدكه فيها موقف صار ده ما عادش ننسى، احنا بعد حطينا جثامين في القاطره نط واحد من جماعه القاطره ومفتح الكيس قال يا جماعه راه هذا اللي جبتوه مش 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 من 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 البشر، راه من الحوافر. قلت له شيء من الحوافر؟ قال لي بالعربي راه هذا يعتبر يا بقره يا عجل. فالحمد لله حولناه، لان لو كان سكرنا عليه لان اهل الناس اللي غسلوا غادي قالوا احنا ما غلبنا في التغسيل، فانت ما دام في البحر سمى عليه ميت البحر وتغسل المغادي، واحنا عباره عن شيء نحصروه ونرقموه وناخذ منه عينه ونحطوه في المقبره طول. فجاب الله ان هذا الحيوان ما نقش ضمن المجموعه يعني، فحزروه بروحه. هذه من احد الجميل، لكن العدد النهائي كنا نذكر فيه 750 او 800 جت نذكر فيه هذه كهلال الاحمر، لكن ممكن في مجموعه اخرى هذه مثلا مع الدكتور الاحمر. انتم يعني الميزه كل واحد مجموعته بروحه، الميزه اللي فيكم انكم متمرسين ومتدربين على حاجه زي هذه صحيح، فكانت يعني ان تاخذوا في الجثث يتم ترقيمها، لو تم التعرف على الهويه يتم تسليمها لذويهم صحيح يتم دفنها. لكن في ناس اللي وكيف ما هي ما عرفنا يعني ان فزعه كيف ما كانت فزعه ما كانوش ملمين وما كانوش على درايه صحيح، فكانوا ياخذوا في الشتاء بعد ما يطول يقول لك لا لا هذه كانها متغسله ياخذوها ويدفنوها بدون ترقيم، بالنسبه يحطها في الاكياس ويحطها على طول، وهذه تطلع من البحر قطعه مش جثه كامله. فانت بتحطها في اكياس لازم تاخذ عينه من كل جزء لانك انت مرتبت اي، فانك حتى هي كانت لازم في خبره. ونضيف لك شيء ان في القوانين الدوليه الهلال الاحمر غير مختص في نقل الجثامين، ولكن تطرقنا لهذا في حق من الاحداث اللي صارت في البلاد، فكانت القيت العبء على الهلال الاحمر بها واتقن وتم صاحب خبره في الموضوع لان كانت الممتد الكلام بالضبط. هنا هو في عجله، انا اسالكم كلكم
مكان ديك يا استاذ احسن لنا ومنضيف نقطه صغيره بس بالنسبه للجوتامين الجوتامين اللي داخل المدن معرفه يعني اغلب الجوتامين طلعها من المنزل يقول هذا اخويا هذا قريبي يعرف لكن اللي داخل البحر مش معرف انا يعني ان اشلاء في لا الجثث اللي اخذت من البحر وحتى من تحت الركام ملامحها صعبة خصوصا بعد ما طولت إيه؟ فالناس خدتها بدون دراية او يعني مش معروف خدتها وحطتها اللي انتفنى لا ترقيم لا زي ما كان فلان اللي قعد فيه انهي صحيح لان البحر رفاع مش حتى اللي بير حتى فيه غادي مصريين وفيه اجانب ايه لكن اللي داخل مدن ونطلع من منزل فلان معروف يجي قلب يقول هذا ولد سيدي هذا ولد سيدي فانا اقول له يقول لك خلاص هذا مش انت تكفل به يرفع للاداره الجهه المعينه ويدير له اجراءات واحد فانستون سلم فيه هو لكن انت عين البحر تاخذ لجنه خاصه بهم تحصر فيهم وتاخذهم عينات وترقب فيهم وترفعهم طول المقبره طبعا هذا بالنسبه للهلال الاحمر هذا هو سؤال يعني توا اللي ممكن في عجاله حتى تجاوبون عليه سواء كان لكم انتم كفرق هلال وحتى يعني الكوادر الطبية والطبية مساعدة بصفة عامة اللي كانت متواجدة في هالكارثة هذه في مناصرة يعني أهالينا في درنا كيف كانت يعني الخبرة وكمية الاستفادة واحتكاككم أنتم مع الفرق الطبية سواء كان يعني الفرق الطبية اللي كانت من الدول أو يعني الفرق المساعدة اللي كانت من الدول الأجنبية أو حتى العربية خصوصا يعني بالأجهزة والمعدات الحديثة اللي كانت من الفرق الطبية الأجنبية كمية الاستفادة اللي أنتم لا سمح الله لا قدره يعني ممكن تعاود الكارثة هذه في مكان آخر استعداداتكم أنتم والخبرة اللي أنتم يعني تلقيتوها في هالضغط هداي والحجم الكارثي والإنساني اللي نفرض عليكم فرض بداية دكتورة أنتم وبعتلي الأستاذ حسن وبعتلي ثم دكتور عبد الملك ما زلت نأكد عليكم ونحاول نأكد على المعلومة هذه إن نحن كليبيين ما تنقصناش المهارة أو الهمة شبابنا وفرقنا بكامل الهمة وكمل كامل المهارة تنقصنا بعض المعدات والخبرات الاحتكاك بالفرق هذه طبعا ما يخش عليك انك احتكاكك بفرق مجهزه وعندها خبره نتيجه كوارث في بلادك في الفريق التركي او الجزائري كل الفرق بدون ما نسمي مسميات ولكن كانت عندهم خبره نتيجه عندهم كوارث سابقه ومعداتهم معده احسن منا فانت احتكاكك بهذه الفرق وتعاملك مع هذه المعدات توفر لك خلفيه في بالك انك لما بيصير معك كوارث يعني لا قدر الله لما بيصير عندك احتياج لشيء كفكي تقدر حتى عارف شنو الاحتياج المطلوب مثلا كاميرات اجساء مجسات انت شنو تبي نوع معين من القوارب اللي تدخل بيها انواع معينه من الغطاسين ادوات معينه للغطاسين كان في طلب على انابيب معينه من الغاز للغطس بيها يكون اخف وتحمل وقت اطول يعني هذه كلها يكسبها خبرات واحتكاكك مع فرق مدربه ومجهزه وذات خبره سابقه يساعدك في العمل كثير. نفس السؤال ليك استاذ حسن هو هنجاوب تسأل قريب من استاذ هناء هي كخبره في خبره طبعا انت عارف مرنا قبل في حروب وواحد خبره كانت كافيه تزداد لكن كما قال استاذ هناء المعدات شفناها بعيننا عن بعض الفرق الاجنبيه عندهم حاجات كان مجهزه ايطاليا كشركه في الراس كملابس يعني حاجات اللي كانت تدخل عبر الاماكن الضيقه لوطة تنزل دخلنا لمكان اماكن والله ايش نقول لك شبه غلاله قنبالي وحش لكن والله ربك مولي ساتر لكن كان امكانيات والله ما فيه عندناش يعني حاجات الله يمن لا بال لا مسحه قاشين لكن حوب ايديك وطلع وشوف هم يقول لك برقوا فينا عندهم أجهزة دقيقة عندهم كلاب متدربة بالرايحة عندهم حتى كلاب والله ما عندنا حاجة صراحة حق احنا عندنا غير نشوفه بس عندنا نصور بس نقول احنا حماوة الدم بس كمجهودات وكعمل نشتغله والله تقولي دير كل حاجة نديرها ونخش نقطة ونغامره والحمد لله ربي ستر نشوف ان البحار دوران احنا عندنا فريقنا التباكس طبعا جاي بعدته ومجهز كامل من زوارقه من كاميراته من جهاز الجي بي اس ده هو يوضح في اماكن حتى الطيران الدران عنده ويشتغل بهن حق تعلمنا منه في حاجات اللي كنت ما نعرفش نظام تطليع الجيتامين عن طريق الشبكه طبعا البحر احنا مره نشتغل به قبل الجيتامين يشتغل عن طريق البر يا حروب يا زلازل واحد لكن البحر اراه اصعب مهنه مهنه صعبه راه فيها موت وحياه حتى انت ممكن تغامر روحك ممكن تموت حتى انا بفينا فكنا نتعلم هنا في حاجات طريقه كيف عمليه الغطس كيف يجيب ندرس منه وناخذ فيه منه ونعطي فيه لغيري. احنا كعمارة توا قابلة الخمسينات
عندنا خبره واخذين دوت خليه، لكن كغيرنا اللي في معانا في عالم معنا فريق الشباب حتى هو ما يعرف شيء، لكن تعلم مني وتعلم من غيري واستفاد. استفاد في فريق الصحف الطواري خلينا منا خبره كيف عملت الصحف الاوليه، ونحن عندنا خبره من قبل، لكن هو انا صلح له هو صلح لي، بس كنا استفدنا بعضنا، لكن كامكانيات ما عندناش. هو يعني مستقبلا ان شاء, إن شاء الله يا رب إيه؟ ان شاء الله لا تصير علينا الكارثه هذه ان شاء الله ان شاء الله. سد دكتور عبد المالك يعني بعجله كميه الاستفاده واحتكاكك يعني مع الفرق الطبيه اللي كانت في الميدان، وايضا يعني الكوادر الطبيه والطبيه المساعده اللي كانت مشاركه من بعض الدول. تمام. الفكره ان هي الازمه دي مرينا بها احنا كلنا ومرت بها ليبيا، لكن من المفروض من واجب الدوله ان الشباب اللي كانت مهتمه، انت حتى لو أزمة مش عندك في ليبيا، حتى في الدول المجاورة أمام المجتمع الدولي، إنك أنت لو لا قدر الله دول المجاورة صار لهم أزمة زي دي، تبعت مجموعة ذو خبرة عالية في الفكرة دي، تبان من شأن ليبيا من أمام الدول العالم. فالاهتمام بالشباب هذه، الاهتمام زي الغواصين، أنت عندك أطول ساحل بحري في شمال أفريقيا، كمية الغواصين اللي تحت مكان معين أو جهة معينة شوية، الغواصين اللي خشوا في مدينة درنا راهم اغلبهم شباب يصطادوا مجموعات، اغلبهم شباب يصطادوا، والفكره مش الضفادع البشريه ومش حياخذ منك شيء. شويه كانت من المنطقه الاغلبيه الوسطى هنا بالضبط وطرابلس، والموضوع مش حياخذ بسيطه من المدن الثانيه، والموضوع مش حياخذ من الدوله شيء، دائما متدربين مجرد مقر، مجرد مسمى، مجرد يقعدوا تحت مسمى معين. والطبي وحتى الامر الطبي نعتبر ليبيا احنا في الازمات والحاجات الامر الطبي نعتبر كويسين فيه، في الحروب عندنا ناس شباب متعلمه واجد. فنتمنى ان شاء الله مع الازمات مع الشباب علينا في ليبيا، ونتم اهتمام بالشباب ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي يبعد علينا يعني الحروب، ويبعد علينا الازمات، ويبعد علينا حتى هي الكوارث. دكتوره هناء الفايدي يعني المتحدث باسم الهلال الاحمر، وايضا الاستاذ حسن الشعافي من عضو فريق انتشال الجثامين والبحث على مفقودين بالهلال الاحمر فرع مصراته، وبالاضافه ايضا للدكتور عبد الملك الجزيري رئيس فريق الطبي والاغاثه لحمله فزعه وطن مصراته فرع مصراته. كنتم معنا يعني عبر الحلقة الاستثنائية، شكرا جزيلا لكم على الاستذكار اللي كان لهذه الفزعة اللي كانت من أولاد البيتية، من أولاد يعني الأصل كيف بنقولوا إحنا الليبيين، سواء كان أنتم أو حتى يعني الفرق اللي تم تشكيلها من خلالكم من جميع المناطق، سواء كان بفروعكم أنتم للهلال الأحمر أو حتى الفرق الطبية. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام هذه الذكرى، نسأل الله أن يتقبل جميع من راحوا ضحية هذه السيول وهذه الكارثة لكارثة دانيال، أن يتقبلهم من الشهداء، وأيضا معرفة هؤلاء المفقودين الذين لازالوا حتى هذه اللحظة يعملون على أخذ بعض العينات من الجثث التي تم انتشالها. إلى اللقاء، ونلقاكم في حلقة أخرى وموضوع آخر. إلى اللقاء.